السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. ها نحن الآن سندخل لأول مرة إلى المجمع الجزائري للغة العربية التابع لرئاسة الجمهورية كي نتحدث مع شخصية جزائرية شرفت الجزائر ونالت العديد من الجوائز. لا أقول أو لا أستطيع أن أقول لكم من هو الشخصية، ولكن سأدعكم تكتشفونه معي. إنه الدكتور، ولكن تابعونا الآن. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا العدد الخاص واللقاء الخاص مع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رئيس المجمع الجزائري للغة العربية التابع لرئاسة الجمهورية. أولا سيدي عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، أهلا بك. أهلا بك. الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من مواليد 8 جويلية 1927 من قلعة بني راشد المشهورة. بماذا تذكرك هذه المنطقة؟ هذه مدينة قديمة جدا، يعني فيها الكثير من التراث من كل أنواع، وكثير من العلماء مدفونون في القلعة، نحن نسميها القلعة. أهلها بنو راشب كانوا في الأول برابرة اختلطوا بالعرب ثم بالأتراك، يعني ثلاث أجناس اختلطت في هذه المدينة كما هو الحال في أكثر جهات الجزائر. وهم يعني ناس تجار وفي نفس الوقت لهم صناعات تقليدية، وما زالت هذه المدينة موجودة إلى الآن، لعبت دورا كبيرا وموجودة في الموسوعة الإسلامية باللغة الفرنسية والألمانية والإنجليزية. درست في المدارس الحكومية وفي الوقت نفسه كنت تتلقى دروسا بالعربية مساء في إحدى المدارس الحرة التي أنشأتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتحقت وأنت في سن 15 سنة بحزب الشعب الجزائري. حدثنا سيدي قليلا عن هذه المرحلة. هو طبعا الدور قام به كل أكثر الجزائريين الذين كانوا في سني وأصغر مني وأكبر مني، يعني هذا لا أزيد عليه شيئا، إنما هو واجب. سيدي حدثنا قليلا كيف كانت طفولتك. الطفولة كانت متميزة، يعني كنت أسكن في حي المدينة الجديدة، وهذا الحي هذا كان يزخر بالشبان المتحمسين لكل الأشياء، للرياضة، للموسيقى. وعندما اتصل بنا السياسيون والزعماء تحمسنا أيضا لهذا الكلام الذي سمعناه، ودخلنا في حزب الشعب. الكثير منهم ماتوا، منهم أذكر الشهيد، أول شهيد في الجزائر، أول شهيد في الجزائر هو السيد قاسم زدور، وسمي به شارع وساحة في وهران. هو ابن الشيخ الطيب المهاجي، كان أيضا أستاذا لي، لأن درست أيضا في حياتي العربية ليس فقط في المدرسة، بل أيضا في الحصير في الجامعة الذي كان يسيره هذا الشيخ المحترم رحمهم الله. وكذلك أصدقاء آخرون استشهدوا، أكثرهم استشهد، وأنا من الأفراد القلائل الذين بقوا على الحياة. نعم. في سنة 1947 رحلت إلى مصر والتحقت طالبا بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهرية. لماذا اتجهت إلى مصر في هذا الوقت؟ نعم، هذا وقت كان صعب جدا. في ذلك الوقت كان تطارد الشرطة الفرنسية كل المناضلين لحزب الشعب، وكنت واحدا منهم. فمع جماعة يعني ذهبنا إلى المشرق،
وطبعا كان هذا بالنسبة لي أنا شخصيا شيئا جديدا منعطفا في حياتي، لأنني كنت درست شيئا من العربية ولم يعني أتمكن 100%، ولهذا اخترت، كان من الممكن أن نختار كلية الآداب أو أي كلية في مصر، في جامعة القاهرة مثلا، لكن اخترت الأزهر، اخترت الأزهر، لماذا الأزهر؟ ذهبت إلى الأصول، الأصول يعني العلمية، العلمية فقط، وانتسبت إلى كلية اللغة العربية بمسابقة، وبعد ذلك يعني اطلعت على أشياء كنت أجهلها تماما مثل التراث اللغوي العربي، وأعجبت بما وجدت في هذه الكتب من الأصالة، وأعني بالأصالة يعني الأشياء البديعة، الأشياء التي انفرد بها العلماء العرب في ذلك الزمان. فكان هذا السفر، هذه الرحلة إلى مصر وهذه الإقامة مفيدة جدا، لأنني غيرت المسيرة، مسيرتي كانت علمية محضة، فاخترت اللغة العربية مع الاحتفاظ، مع الاحتفاظ الشديد بالمفاهيم العلمية، وهذه المفاهيم العلمية خصوصا الرياضيات مكنتني من فهم ما قاله سيبويه الخليل شيخه أكثر من غيري. لماذا؟ لأن في هذا التراث القديم شيء بديع لم أرى مثله في اللسانيات الغربية التي درستها فيما بعد في أوروبا، فالمقارنة بينهما بينت أن هناك شيئا عجيبا لم يكتشف بعد في المنهجية أولا، وفي الأفكار وفي العمق، لأن الخليل كان رياضيا وده شيء معروف يعني معترف به، إلا أنه لم يفتش في ذلك الناس والاختصاصيون بالخصوص. ف يعني حقيقة كرست عمري في اكتشاف ماذا كان يقصد الخليل، ماذا أراد الخليل، ووجدت شيئا كثيرا وهو منحصر في الرسالة التي قدمتها في جامعة السوربون في باريس كذا من سنة من بعد. الدكتور عبد الرحمن، لاحظت أن هناك وجهات خاصة بالنحاة العرب وما يقولونه والمتأخرون منه، حدثنا قليلا عن هذه المرحلة لو تكرمت. نعم، نعم. هذا الذي سبق أن قلته قبيل، أنني اكتشفت أشياء ما كنت أعرفها ولا يعرفها الكثير من الناس. هل تستطيع أن تذكر لنا بالضبط ما هي هذه الأشياء؟ أولا الخليل عرف بأنه رياضي، وأردت أن أعرف ما هي أنواع الرياضيات الموجودة فيه. فما يعرفه الناس هو أنه اكتشف طريقة لتحليل اللغة العربية وبالخصوص المفردات، فوفق إلى اكتشاف أو اختراع ما يسمى الآن بالعملي، مفهوم العملي في الرياضيات، وهذا يظهر لا في المفردات فقط في المعجم، بل أيضا في العروض. العروض هو عبارة عن، وخطط هذا يعني جعل له تمثيلا خطيا على شكل دوائر ولها اتجاهان، وفرع البحور العروضية الواحد من الآخر بهذه الطريقة، وهي طريقة تفريعية خاصة بالرياضيات. فيما يخص المفردة فأصلها
ثلاث أحرف صامتة ترتيبها يدل على أنها وحدة دالة، وجعل دائرة عليها ثلاث حروف، وهذه الحروف يعني تقلب اتجاهها، يعني المفك فيها مثلا ضرب يمكن أن تصير ربض وبدر ثم العكس، فهذا العكس هو الرياضي، هذا العكس هو الذي يسمى بالسينونيمي باللغة الفرنسية والتناظر في الرياضيات. والتناظر هو أساس النحو العربي، وكل ما اخترعه الخليل بناها على هذا التناظر. وكما هو معروف الشيء المشهور عند هؤلاء القدامى هو قولهم حمل الشيء على نظيره، والنظير ليس هو الشبيه وليس هو المطابق، النظير هو مفهوم رياضي محض، هو ما يسمى بالفرنسية لاسبي سيمتريك دو لا شوز او بيان ليكيفالون دي بوين دو في دي توبولوجيك دي بوين دو في الجبريك. هذا بالعربية يمكن أن يكون هو انطلاق حقيقة لدراسة علمية دقيقة لكل اللسانيات العربية، وهذا ما قمت به بالفعل. الآن كملت كتابا سميته بالبنى النحوية وما قصده الخليل في هذا في كتاب في أقواله، وسيبويه تلميذه في كتابه المشهور، ومفاهيم أخرى أيضا نبذها الكثير من المحدثين لعدم علمهم بالرياضيات، وهي مفهوم العامل والمعمول، وهو موضوع يتهجم عليه في زماننا الكثير من الناس جهلا منهم أن هذا هو أساس أيضا ما هو تركيبي في اللغة العربية، يعني الجانب السنتاكس، يعني العامل هو أساس، هو المحور، هو العماد التركيبي للجملة العربية. والشيء الذي أعجبت به من كلام الخليل هو أن هذا الذي اكتشفه موجود وينطبق على كل اللغات الدنيا، يعني ليس فقط العربية. نظره كان بعيدا جدا، اكتشف ما هو خاص باللغة العربية وما يتجاوز اللغة العربية ينطبق على كل اللغات. فالقياس مثلا، القياس ليس هو مجرد ما يسمى بالانالوجيا، لا، أكثر من هذا، هي انالوجي دو ستركتور، يعني انيزومورفيزم. وليزومورفيزم هو أساس للرياضيات الحديثة. ومن حسن حظنا أن كتب الله للغة العربية هذا الرجل خدمة، يعني خدمة منه في سبيل الله فقط، لأنه مات فقيرا، هذا رفض الكثير من ما عرض.